العملية هي محيط مشروع 4000 سكن يتضمن ربط شبكة المياه والصرف الصحي والإنارة العمومية. كذلك العملية الثانية هي الطريق العمومي على طول 7 كيلومتر بالإضافة إلى الأرصفة والإنارة العمومية على مستوى 2150 وحدة سكنية وكذلك 1000 سكن عدل. كما سيتم إعادة تنظيف البلوعات وتهيئتها من أجل حماية المنطقة من خطر تراكم المياه الأمطار. وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 169 مليون من أجل إنجاز هذا المشروع على أن يتم تسليمه في غضون 16 إن شاء الله.